أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حوار سياسي. حلقة اليوم عن العدالة ومعها آلاف التي تجتث في طريقها آلاف الرؤوس من أبناء العراقيين، لا لذنب اقترفته أيديهم سوى أنهم من هذا المكون المغضوب عليه من الحكومة وميليشياتها، تنفيذا لأجندة تهدف لإقصائه من المشهد خدمة للمصالح الإيرانية أو الأجنبية. المحكوم عليهم بالإعدام في العراق بخلفية طائفية، عانوا من غياب العدالة والتهم الملقاة جزافا والدستور والقوانين التي لا تطبق، فضلا عن هدر كرامتهم وسحق آدميتهم وعدم إعطائهم فرصة حتى للدفاع عن أنفسهم. كيف سيكون مستقبل العراق بعد الآن؟ وكيف سيكون مستقبل القضاء العراقي؟ وما هو مستقبل العدل في العراق؟ قبل أن ندخل في تفاصيل لقائنا هذا لنتابع معا التقرير التالي. صدمة وفزع في أروقة الأمم المتحدة بعد عملية إعدام 38 سجينا بتهمة الإرهاب في العراق، وتحديدا في سجن الناصرية المركزي في محافظة ذي قار. عملية الإعدام الأخيرة في سجن الناصرية تعد ثاني أكبر عملية إعدام جماعي بعد عملية مماثلة في 25 من أيلول الماضي طالت 42 سجينا أعدموا بتهمة الإرهاب. المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ليز تروسيل قالت إن مكتب حقوق الإنسان الأممي راعه إعدام 38 سجينا رغم مطالبات الأمم المتحدة وزارة العدل في العراق بتسليمها بيانات بشأن السجناء والأحكام الصادرة ضدهم، لكن الوزارة لم تقدم شيئا منذ عام 2015. المفوضية الأممية أكدت أن النظام القضائي في العراق يشوبه عيوب عديدة، بجانب تشكيك المنظمة بوجود ضمانات لمحاكمة عادلة في القضايا 38 الأخيرة، مما يعزز احتمال إساءة تطبيق العدالة وانتهاك الحق في الحياة بشكل يصعب إصلاحه. التشكيك الأممي بنزاهة القضاء في العراق يتوافق مع تقارير حقوقية محلية أكدت أن لا نزاهة في القضاء، ومن بينها تقارير هيئة علماء المسلمين التي أشارت فيها إلى تجاهل متعمد من الحكومة في محاسبة من يوثق جرائمه بنفسه وتنفيذها الإعدام ضد متهمين باعتمادها على البلاغات الكاذبة وتقارير المخبر السري وإجراءات الاستجواب غير القانونية. وفي مقابل ذلك يدعو محافظ ذي قار يحيى الناصري رئاسة الجمهورية إلى الإسراع بتنفيذ الإعدام بحق المعتقلين الذين اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية. الناصري تذرع في دعوته تلك بعدم قدرة المحافظة على تحمل عبء تأمين الحماية لسجن الناصرية بعد تهديد ميليشيات الحشد باقتحام السجن وإعدام جميع النزلاء فيه. ورغم المطالبات الدولية بإيقاف هذه الحملات التي تطال متهمين بصلتهم بتنظيم الدولة، إلا أن الحكومة ماضية في تنفيذ حملات الإعدام الجماعية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، دعوني في البدء أرحب بضيفي معي داخل الاستوديو رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر الأستاذ مصطفى كامل، حياك الله. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا ومرحبا بك. وأيضا معنا عبر الهاتف المحامي والباحث في القانون الدولي الدكتور إسماعيل خلف الله، أهلا ومرحبا بك دكتور. ولضيفكم الكريم وللمشاهد الكريم، حياك الله. أبدأ معك أستاذ مصطفى، كيف تعلقون على الواقع المرير الذي يعيشه القضاء العراقي اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام وأحيي الزميل الذي سينضم إلينا بعد قليل في هذا البرنامج. الحقيقة ما يعيشه القضاء العراقي من كوارث كبيرة هو انعكاس طبيعي لحالة التردي الشامل الذي يعيش العراق منذ احتلاله أمريكيا وإيرانيا منذ العام 2003. البلدان التي تعيش استقرار سياسي واستقرار أمني واستقرار واحترام لحقوق الإنسان هي البلدان التي نجد فيها قضاء مستقرا عادلا بعيدا عن التسييس ويعني الاستغلال السيء للقضاء في تصفية الخصومات. لكن المؤسف أن هذا الوضع الكارثي الذي يعيش القضاء في العراق يعني
لا يتفق مع مسيرة القانون في هذا البلد الذي أوجد أول قانون، بل أول شريعة قانونية متكاملة في هذه الأرض، هذه الأرض التي أبدعت شريعة حمورابي وشريعة أور نمو ولبت أشتار وإصلاحات أور كاجينا وغيرها. هذه تعيش هذا الظلم الفادح الذي يسمى قضاء في العراق، وهو لا يمت بأي صلة يعني أساليب القضاء المتعارف عليها ووصول التقاضي السليمة. تصور أن هذا البلد الذي شهد أول سابقة لجلسة قضائية متكاملة الأركان، فيها قاضي وفيها ادعاء عام وفيها محامين، في هذه أول جلسة في تاريخ البشرية، يعني ذكرتها إحدى الوثائق السومرية وتعود إلى أواخر الألف الثاني قبل الميلاد. هذا البلد ينتكس فيه القضاء إلى الحال المزري الذي يعيش الآن، والذي يفقد كافة أركان التقاضي السليم والدفاع السليم والادعاء القانوني السليم. هذا أمر مؤسف جدا أن يكون القضاء ينتكس بهذا الشكل في بلد كما قلنا أوجد أول الشرائع القانونية في تاريخ البشرية. نعم دكتور إسماعيل، حقوق الإنسان في العراق كيف هي برأيكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قلناها في العديد من المداخلات وخاصة على قناة الرافدين، قلنا بأن المدنيين العراقيين خاصة في المناطق التي كانت ساخنة، مناطق الموصل والفلوجة، قد عانوا وما زالوا يعانون من إعدامات داعش من جهة، ومن إعدامات قوات الجيش النظامي وميليشيا الحشد الشعبي، وها هم اليوم يعانون من هذه الإعدامات الجماعية داخل سجون الحكومة العراقية. هي والكثير من الإعدامات الميدانية وإعدامات خارج نطاق القانون، هذا المشهد، هذا كل المشهد الذي يغلب على حقوق الإنسان في العراق. أقول بأن الحكومة العراقية اليوم تنتهج نفس النهج الذي تقوم به إيران، تقوم به إيران الآن. المنظومة القانونية في إيران كما هو معلوم هي تنصب الرافعات في الساحات العمومية وتقوم بتلك الإعدامات الجماعية والإعدامات الميدانية، نفس الصورة اليوم نجدها داخل هذه السجون العراقية. فهذا هو المشهد العام لحالة حقوق الإنسان في العراق. كما ذكرتم في التقرير على أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أكدت هذا، أكدت ما نقوله اليوم، وقالت وهي شككت في صحة كل إجراءات محاكمة هؤلاء المساجين وهؤلاء الذين تم تنفيذ الإعدام في حقهم، سواء هذا 38 شخص أو الإعدامات السابقة منذ سنوات، وهي تحصد آلة الإعدامات الجماعية تحصد المدنيين وبدون محاكمات عادلة وبدون إجراءات سليمة وبدون تهم مؤكدة. هي التهمة الوحيدة المعلبة والجاهزة هي الانتماء لتنظيم داعش. هذه التهمة التي تجدها في جل هذه الأحكام الجزافية، الأحكام التي لا تستند لا للقانون من سواء من الجانب الشكل أو من جانب الموضوع، فهي بعيدة كل البعد على محاكمة سليمة ترتكز على إجراءات قانونية سليمة. وبالتالي فكل هذه الإعدامات كما ذكرتها المفوضية السامية على أن هذه هذا الإجراءات شككت في هذه الإجراءات وعلى أنها محاكمات غير سليمة. أستاذ مصطفى، لماذا يبدو أن هنالك إصرار حكومي على بقاء القضاء العراقي الذي من المفترض أن يكون هو السلطة الثالثة في العراق بهذه الصورة المهترئة؟ شوف، الاحتلال الأمريكي الإيراني المشترك للعراق لم يوجد نظاما سياسيا في العراق فحسب، بل هناك سعي حثيث لتغيير كل معالم الحياة فيه. هناك قوانين جديدة، هناك أعراف جديدة، هناك ثقافة جديدة يراد نشرها، هناك حتى دين جديد يراد نشره في العراق، هناك مسخ مقصود لكل مناحي الحياة. هذا النظام الذي أوجدوه في العراق طبعا هم يسعون إلى ترسيخه في المجتمع، وبالتالي هم يسعون إلى إلباس اللباس
الدولة، وهو طبعا بعيد كامل البعد عن أشكال عن شكل الدولة الحقيقي، لكن هم يريدون إخراجه بهذا الشكل. الدولة طبعا لها قضاء ولها جيش ولها شرطة وأجهزة إدارية وإلى آخره. هذا الوضع الكارثي الذي يعيش القضاء في العراق هو مقصود تماما لتثبيت أركان هذا الكائن المسخ الذين يحاولون يعني تخليقه في العراق. وهذا محاولة التخليق هذه في العراق مرفوضة من يعني جزء كبير من الشارع العراقي، الجزء الحي في الشعب العراقي يرفض هذا التخليق، هذا الكائن المسخ الذي يجري حاليا فرضة في العراق، وأيضا ترفضه حتى حركة الحياة الطبيعية، لأن هذا غير منسجم مع يعني حركة الحياة الطبيعية بشكل أو بآخر. دكتور إسماعيل، أنت ذكرت أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تحت قيادة الأمير زيد بن رعد الحسين ذكرت وأكدت ما يحصل في العراق، وأن هذه المحاكمات لا تشوبها الكثير من الشائبات، وأن هذه المحاكمات فيها كثير من القضايا الغير صحيحة، وأن هنالك انتهاك لحقوق الإنسان. المفوضية السامية لحقوق الإنسان لم تأتي بشيء جديد. المفوضية السامية لحقوق الإنسان أكدت ما هو مؤكد سابقا لدى العراق والعراقيين على يد الكثير من المنظمات واللجان، على سبيل المثال وعلى رأسها هيئة علماء المسلمين، لديها العديد من البيانات التي أكدت أن هذه المحاكمات غير صحيحة، غير طبيعية، تحتمل الكثير من جوانب الشك، تقام على مبدأ السياسة الطائفية للحكومة، تقام على مبدأ المخبر السري، تقام على مبدأ الانتقام الطائفي. كل هذه الأمور موجودة لنا، لكن ماذا سيفيدنا أن تقول مفوضية سامية لحقوق الإنسان أن هذا يحصل في العراق؟ هل سيتغير شيء أم لا؟ هو فعلا كما ذكرتم على أن الكثير من المنظمات من ذكرت هذه الصورة ومن ذكرت هذه الوضعية التي يعيشها القضاء في العراق وما يشهده من إعدامات يومية، كما تلك الإعدامات التي تجد في اليوم الواحد يحصد يعني إعدامات تفوق 40 شخص في اليوم الواحد داخل السجن. ومثلا نأخذ على سبيل المثال، أنتم ذكرتم، نأخذ على سبيل المثال منظمة Human Rights Watch لها كثير من التقارير، منظمة العفو الدولية، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، كل هذه المنظمات وكثير من المنظمات الأخرى ذكرت، وكذلك المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أكدت على أن هناك أجندات سياسية وطائفية وراء الإعدامات الجماعية في العراق. هذا تأكيد من هذه المنظمات على أن الحكومة العراقية اليوم للأسف الشديد، سواء الحكومة السابقة حكومة نور المالكي أو الحكومة الحالية، هؤلاء لهم أجندات سياسية طائفية لتصفية العرب السنة. هذا هو المشهد العام. فقلت أن الاتهام الموجود والاتهام الذي أو التهمة التي تجدها حاضرة هي الانتماء لداعش، لتنظيم داعش. وكما تعلمون أن اليوم العراق أصبح ساحة للحرب على هذا التنظيم الذي زرع داخل العراق للأسف الشديد، وجيء بذلك التحالف الدولي لمحاربة هذا التنظيم وللقضاء عليه. فكل هذه الحجج، كل هذه الانتهاكات تغطيها هذه السحابة التي ترسمها شرعية التحالف الدولي. فنجد ميليشيا الحشد الشعبي اليوم تسير جنبا إلى جنب إلى بجوار أو بجانب قوات التحالف الدولي. وبالتالي فإذا كانت هذه الميليشيات تجد هذه الحماية الدولية، فبالفعل أنتم أصبتم عندما تقولوا أن هذه التقارير ماذا ستضيف هذه التقارير إذا كنا نلاحظ أن هذه الدول وعلى رأسها أمريكا، نقولها بكل صراحة، تحمي هذه الميليشيات، تحمي هذه العصابات التي تقوم بهذا الإجرام في حق المدنيين العراقيين. نقول أن هذه التقارير ممكن سنجدها عندما نجد هناك قضاء دولي ينصف هؤلاء الضحايا يوما ما، وبالتالي فهذه التقارير
سنحتاجها بلا شك، وعلى أنها سنحرج بها هذه المجتمع الدولي بالأخص المجتمع الدولي، فهذه التقارير ستكون لها الأثر ولو بعد حين. نعم دكتور إسماعيل، أيضا يعني في قضية ازدواج الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وفي سوريا، ما يحصل من تقاتل ضد طرف واحد لكن بنقيضين، في العراق هي تقاتل جنبا إلى جنب مع الميليشيات التي يقودها قاسم سليماني، لكنها في سوريا تقاتل ضد الميليشيات التي تقف بجوار النظام السوري والتي يقودها قاسم سليماني أيضا. أستاذ مصطفى أشار إلى نقطة مهمة الدكتور إسماعيل، هي تصفية العرب السنة، أن الحكومتين السابقة والحالية لديها أجندة لتصفية العرب السنة في المواثيق الدولية. ألا توجد هنالك قوانين تجرم هذا الفعل أو تحرم هذا الفعل؟ إذا كان نعم، لماذا لا تفعل في العراق؟ شوف، هو من حيث المبدأ القصاص جزء أساسي من نظام تطبيق العدالة، وهو مطلوب جدا لتحقيق الاستقرار والأمن في المجتمع. لكن في العراق الأمر يأخذ طابع آخر. العراق، الإعدامات في العراق تأخذ طابع ثأري وانتقامي، ولأسباب طائفية اجتثاثية إحصائية لا علاقة لها بتطبيق القانون وإحقاق الحقوق. معروف أن معدلات الإعدام في العراق هي الأعلى، في واحدة من الأعلى في العالم والأعلى عربيا، وطبعا هذا كله بذريعة الإرهاب، وهي ذريعة لتنفيذ يعني هذه العمليات الإعدام ضمن قانون هم يعني أوجدته الجمعية الوطنية عام 2005، قانون مكافحة الإرهاب سنة 2005 وفق المادة 4 منه. لكن هذا يعني الحقيقة لا يستند إلى أي إجراء قانوني. الإجراءات القانونية اللي موجودة في هذا القانون تفتقر إلى الوضوح، تستند إلى التفسيرات الشخصية والسياسية، وحتى لا تنسجم كثير من الأفعال مع المعروف من العقوبات التي تفرض عليها، أو الأعمال العفوا التي تفرض عليها عقوبة الإعدام، وهي كما يعرف أنها أشد الجرائم خطورة. يعني أحيانا هذه في العالم وفق القانون، القوانين الدولية اللي موجودة في الدول التي تحكم بالإعدام، أشد الجرائم خطورة في العراق تأخذ طابع آخر، تأخذ طابع غامض كما قلنا، شخصي مسيس، ربما أحيانا منها مجرد يعني في القانون التهديدات التي تهدف إلى إثارة الخوف بين الناس. هذه مسألة عامة يعني غامضة مطاطة، يمكن استغلالها بشكل كبير لإثارة يعني لتصفية الخصوم لأغراض طائفية وسياسية كما قلنا. هذا النقص الكبير في معايير الشفافية والتقاضي السليم والنزاهة، خصوصا فيما يتعلق بمكافحة فيما يتعلق بعمليات الإعدام. كل هذا يؤخذ تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، وأنت تعرف الآن مكافحة الإرهاب شعار دولي تلوكه الألسن دون تحديد أولا لمعنى الإرهاب، وعدم التحديد يؤدي إلى خلط بين المقاومة المشروعة في كل القوانين والأعراف الدولية، وأيضا في يعني بين الأعمال الإجرامية التي تستحق عقوبة الإعدام يجري هذا الخلط. تصور، أنا سأضرب لك مثالا واحدا على هذه الروح الانتقامية اللي موجودة في العراق. في تموز 2015 وخلال محاكمة جماعية دامت ساعتين فقط، أدين 24 رجلا بتهمة المشاركة في مذبحة سبايكر، طبعا هي مجزرة مدانة من قبلنا ومن قبل الجميع، مجزرة سبايكر. الإدانة تمت بعد اعترافات أصحابها قالوا في وقت لاحق أنها جرت تحت التعذيب، أدلوا بها تحت التعذيب، حكم عليهم بالإعدام خلال ساعتين 24 شخص. المحكمة العليا نقضت هذا الحكم لأن هناك أخطاء إجرائية في هذه المحاكمة وفي هذا القرار. في شباط 2016 أدانت المحكمة الابتدائية 40 شخص، منهم ال 24 السابقين الذين أدانتهم في جلسة جماعية دامت يوم واحد، وصدر الحكم بإعدامهم وحتى رد طلب الاستئناف. هذه ليست مخالفة فقط للمعايير القضائية المطلوبة في العالم،
وإنما هي حتى يمكن أن نسميها عدالة كاذبة لمذبحة سبايكر، الذين يطلبون العدالة لمذبحة سبايكر وهي كما قلنا مجزرة مرفوضة ترفضها كل النفوس السليمة، لكن هذه عدالة كاذبة لهم. هؤلاء لا يمنحون العدالة ولا يمنحون أرواح الضحايا لنقل السكينة التي تتطلب إنزال العقوبة بمرتكبي الجريمة، وإنما هم يأخذون الاعترافات تحت التعذيب، وبالتالي في إجراءات شكلية حتى لا تصل إلى أصول التقاضي المعروف ويجري حكم. إذن يعني هذه التصرفات التي تجري في العراق مخالفة لكل شيء، مخالفة للأعراف القانونية، مخالفة لأصول التقاضي العالمي، مخالفة لكل شيء. لكن العالم يعني رغم كل التنديدات التي تصدر من هذه الجهة أو ذاك أو تلك، الأمور ماشية في العراق بهذا الأسلوب السيء. دكتور إسماعيل، بالكلام عن القضاء العراقي وذكر لنا الأستاذ مصطفى مثال واحد من ملايين الأمثلة التي قد تشابه هذا المثال أو قد تثير جدلا واسعا أكثر منه. القضاء العراقي اليوم في العراق كمتابعين للقانون الدولي أو للقضايا القانونية في العالم، هل تعتقدون أن القضاء العراقي يدافع عن الناس ويبين البريء من المتهم، أم أنه أوجد في حكومات الاحتلال ما بعد عام 2003 فقط لأغراض سياسية بحتة؟ هذه واضحة، يعني أن هذا القضاء جاء لينفذ هذه الأجندات السياسية التي قلنا عليها أنها أجندات سياسية وأجندات طائفية تصب دائما نحو هدف واحد وهو تصفية العرب السنة، وواضحة الصورة واضحة، لا تطلب منا يعني توضيح أكثر، يعني الصورة واضحة أن اليوم القضاء العراقي للأسف الشديد هو أداة لتنفيذ هذه الأجندات. أنا أقول إذا كقانوني وعندما نأتي لتكييف هذه الجرائم التي تقوم بها الآلة القضائية العراقية اليوم، هي جرائم تدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم حرب، كلها واضحة وصنفتها المواد 6 و7 و8 عرفت هذه الأصناف من الجرائم في من نظام روما الأساسي، جعلت أو هم من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية حسب المادة 5 من نظام روما الأساسي، وبالتالي فالصورة واضحة على أن هذا هو إجرام واضح في حق المدنيين، وبالتالي فهم هؤلاء الذين يرتكبون هذا الجرم تحت هذه الذريعة، ذريعة محاربة الإرهاب عن طريق رسم هذه المحاكم الصورية التي لا تخضع لأدنى شروط المحاكمات العادلة، وبالتالي فهي واضحة أنها جرائم ضد الإنسانية. وكما أشارت المادة 29 من قانون روما على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، فأنا أقول يعني إذا هؤلاء منتهكو هذه الجرائم إذا فروا اليوم ووجدوا من يحميهم، فلا شك أن هذه الجرائم ستبقى تلاحقهم لأنها لا تتقادم حسب نص المادة 29. نعم أستاذ مصطفى، برأيكم ما الغاية من وراء تنفيذ هذه الإعدامات؟ حكومة بغداد ما الذي ستجنيه منها وتحديدا في هذا الوقت؟ أنا أعتقد لا توجد حكومة تحترم نفسها بأي قدر حتى لو كان بالحد الأدنى يمكن أن تنفذ هذه المجازر الجماعية بين حين أو آخر. لا يمكن أن تجني هذه السلطة أو غيرها، أي سلطة لا يمكن أن تجني أي فائدة من عملية بث الرعب الدائم في نفوس مواطنيها. يعني ربما تزعم هذه السلطة أنها تحاول فرض الاستقرار وتحقيق الأمن وفرض هيبة القانون كما تدعي، هذا فرض هيبة القانون وتحقيق الأمن والاستقرار لا يتم بحفلات الإعدام الجماعية والمجازر التي يتشفى بها القتلة والمجرمين. فرض الأمن وتحقيق الاستقرار وتنفيذ القانون واحترامه من قبل المواطنين يحتاج أولا إلى خطط شاملة
يحتاج إلى خطط شاملة وإجراءات عميقة في كافة المجالات، سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية واستخبارية، وقبل كل ذلك أن يشعر المواطنين بتحقيق العدالة. إذا لم يشعر كل مواطن يعيش على هذه الأرض بأن له حقوق متساوية مع الجميع، وبالتالي في جميع المجالات يعني مع باقي المواطنين، لا يمكن أن يكون هناك نظام قضائي عادل ولا أجهزة لتنفيذ القانون تتسم بالنزاهة والحرفية. هذا هو ما يحقق الأمن ويحقق الاستقرار في أي بلد من البلدان. أما عمليات إدامة بث الرعب في نفوس المواطنين، هذه المجازر التي ينفذونها بين حين وآخر، لا يوجد بلد ينفذ عمليات إعدام 20 و30 و40 حالة إعدام في اليوم بهذه الروح الانتقامية، وهناك مسؤولون يعني يظهرون ويدافعون عن هذا، عن هذه الإجراءات التي كما قلنا يعني هي حفلات للموت وللدم. لا يمكن أن هذا أن يحقق أي قدر من الاستقرار في المجتمع، ولا يفرض القانون. مشاهدينا الكرام، أطلب من ضيفي الأستاذ مصطفى والدكتور إسماعيل البقاء معنا، وأنتم أيضا نتمنى أن تبقوا معنا. فاصل قصير ومن ثم نعود لنكمل حوار سياسي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أبدأ معك دكتور إسماعيل. دكتور، حقوق الإنسان اليوم في العراق منتهكة، العالم يتعامل مع حكومة بغداد ويعطيها الشرعية في كل ما تقوم به لأنه لا يحاسبها أو لا يحاسبها، لماذا لا تسأل حكومة بغداد عن كل هذه القضايا، إن كانت داخل الأمم المتحدة، إن كانت داخل مجلس الأمن، إن كانت داخل أروقة الاتحاد الأوروبي أو محكمة العدل الدولية، لماذا؟ لسبب واحد، على لأن قلنا أن العراق اليوم أصبح ساحة لتصفية النزاعات الدولية والملفات الدولية بين هذا وذاك، بين أمريكا ودول أخرى. الآن المواطن العراقي لا أحد ينظر لما يعانيه من تشريد ومن تهجير ومن إعدامات يومية ومن انتهاكات لعرضه ولأملاكه وحضارته. كل هذه العراق تم تدميره بسياسة ممنهجة بداية من السياسة الأمريكية نحو هذا البلد، الذي كان يوما ما كان صومعة العلم والحضارة والتقدم التكنولوجي، وها هو اليوم أصبح مسرحا للإعدامات، هذه المصارح للإعدامات الجماعية. أقول بأن المجتمع الدولي، إذا قلنا المجتمع الدولي نقول الدول الفاعلة في هذا المجتمع الدولي، وهي الدول الدائمة في مجلس الأمن الدولي، هي التي أقول بأن إذا كانت دول أمريكا وروسيا، أمريكا وروسيا دولتان يداها ملطخاتان بالدماء، بدماء السوريين، روسيا بدماء السوريين وأمريكا بدماء العراقيين، وبالتالي فهاتين الدولتين بطبيعة الحال سوف يسكت كل هذا على جرم الآخر، لأنها إذا حرك ملف ضد هذا بطبيعة الحال الآخر سيحرك، والمصالح الدولية ستكون مصالحها هي التي تفصل، هي أو هي يعني أنها تبدل مصالحها على حقوق الإنسان في العراق. إذن فإذا كان التحالف الدولي، قلنا سابقا فيما سبق على أن هناك تقارير عديدة تقدمت بها العديد من المنظمات الدولية وعلى رأسها Human Rights Watch، هذا التحالف الدولي اليوم الذي هو الآن موجود في العراق بذريعة محاربة داعش والقضاء على داعش، هو هذا التحالف
لم يعر أي اهتمام لهذه التقارير التي تقدمها هذه المنظمات ومما يعانيه المدنيون العراقيون بما فيها هذه الإعدامات الجماعية. وبالتالي فالمجتمع الدولي اليوم هو بصره أو غض بصره على الانتهاكات التي تنتهك في حق العراقيين المدنيين، وأخص بالذكر العرب السنة، العرب السنة، لأن الصورة واضحة والمجتمع الدولي وكأنه لا يرى وكأنه أصبح أصم أبكم أعمى أمام هذه الجرائم. فنقول بأن المصالح الدولية هي التي تقدم، مصالح الدول تقدم على هذه الانتهاكات. وللأسف الشديد فنصوص القانون الدولي لم يتم تفعيلها في هذا الجانب على الخصوص. نعم أستاذ مصطفى، العالم كله اليوم يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام في العراق، ألا تعتقد أن حيدر العبادي أمامه فرصة ذهبية يجب عليه أن يغتنمها لكنه لا يفعل ذلك؟ كما أشار الدكتور إسماعيل إلى أن كل المنظمات الدولية سواء الحقوقية منها أو الإنسانية تؤكد على أن القضاء في العراق لا ينسجم مع المعايير الدولية، وتتحدث حتى في حدها الأدنى، المعايير الدولية في حدها الأدنى كلها تؤكد أن النظام يستخدم القضاء لأغراض سياسية ولأغراض تصفية الحسابات مع خصومه، وهذه حصلت حتى مع الأشخاص الذين كانوا جزءا من العملية السياسية والمشروع السياسي الاحتلالي في العراق. كل هذه المنظمات تعترف بذلك وتعترف بأن عمليات الإعدام غير قانونية وتطالب بإيقافها. يعني تصور أن المفوض السامي السابق السيدة نافي بلاي قالت أن ما يجري في العراق عمليات الإعدام، هذه حفلات الإعدام الجماعية، أشبه بذبح الحيوانات في مسلخ. لكن كل السلطات التي مرت على العراق التي أنشأها المحتل منذ عام 2003 إلى حد الآن لا تأبه بأي يعني بأي من هذه التقارير الدولية، بل بالعكس يعني هي تهاجم من يصدرها وتتهمه بأنه جزء من منظومة الإرهاب وخاضع للخطاب الإرهابي. وهذه حقيقة مفارقة كبيرة أن تكون هذه المنظمات الدولية والقانونية يعني خاضعة للإرهاب كما تطلق عليها السلطة في بغداد، وهذه حتى يعني غير قابلة أو غير منسجمة مع المعايير الدبلوماسية المعروفة في العالم. لكن الأخ الدكتور إسماعيل أشار إلى نقطة بالغة الأهمية، وهي أنه التحالف الموجود في العراق والذي يحمي هذا النظام و يعني يدعي أنه يطبق القانون ويطبق القانون في بلاده يفترض أن يقوم هو بواجب حماية القضاء والعدالة في العراق، ويفترض أن يأخذ بنظر الاعتبار هذه التقارير الدولية التي تصدر. السلطة في العراق تتحدى هذه، سواء السلطة الحالية أو السلطات الأخرى التي سبقتها، يعني تتحدى هذه المنظومة الدولية التي يعني تثبت اعتراضها ورفضها لإجراءات التقاضي في العراق أو إجراءات تنفيذ القانون كما يزعمون أو إجراءات الإعدام. والحقيقة يعني حيدر العبادي ومن قبل نور المالكي وهكذا لا يلقون بالا لكل هذه المواقف الدولية التي ترتكبها قوات النظام أو الميليشيات التي تابعة للنظام، مع ملاحظة أن يعني هناك مسألة مهمة، أن اعتبار هذه الميليشيات جزءا من السلطة، الحكومة تعتبر أن هذه الميليشيات جزءا من السلطة وجزء من أجهزتها الأمنية والعسكرية التابعة لها، هذا الحقيقة له مسألة مهمة، هذا يحمل السلطة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الجرائم الخطيرة التي ترتكبها هذه الميليشيات. يعني هم يحاولون أن يظهرون أن هذه الميليشيات هي ليست ميليشيات غير قانونية وإنما هي جزء من المنظومة الحكومية الأمنية والعسكرية. هذا من ناحية لإثبات أن هذه الميليشيات هي حكومية. لكن هذا له انعكاس آخر، يعني أنت لا يمكن أن تأخذ جزء من المشهد وتترك باقي المشهد الكامل يقتضي أنك تتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن الجرائم الخطيرة التي ترتكبها هذه الميليشيات. نعم دكتور إسماعيل، السؤال الذي مضى وإجابتك عليه وإجابة الأستاذ مصطفى على السؤال الذي بعده تؤكدان أن العالم
ودول العالم التي تدعي حمايتها لحقوق الإنسان تتغاضى عن جميع الانتهاكات التي تحصل في العراق. هذا الأمر بالذات ألا تعتقدون أنه يضع القانون الدولي على المحك؟ بطبيعة الحال هو القانون، نصوص القانون الدولي اليوم مجمدة وغير مفعلة، تقريبا كل نصوص القانون الدولي اليوم غير مفعلة، والدليل أدلة واضحة، الأدلة كثيرة ما نشاهده من انتهاكات. إذا كان المجتمع الدولي وخص على التحالف الدولي على الخصوص، عندما أنتم لاحظتم، عندما لاحظنا جميعا، عندما تم سن قانون الحصانة للحشد الشعبي، هذا التنظيم، هذه الميليشيا الإرهابية التي كانت تنتهك يعني تقوم بإجرامها في حق المدنيين العراقيين، وتم سن قانون من طرف الحكومة أو من طرف البرلمان أو من طرف الحكومة العراقية، وتم تصويت عنه في البرلمان العراقي على أساس الحصانة، على يعني الضمان، يعني إذا كانت هذه الجرائم التي ارتكبتها واقترفتها في السابق تمسح جملة وتفصيلة، ثم يسن لها قانون الحصانة، يعني حتى الإجرام في المستقبل محمي. ونجد أن الدول الفاعلة في المجتمع الدولي، الدول الحقوقية، الدول التي ترعى حقوق الإنسان، أمريكا التي جاءت إلى بذريعة أنها تجلب الديمقراطية للعراق، سكتوا عن هذا القانون، قانون الحصانة لتنظيم ميليشيات الحشد الشعبي. يعني هذا السكوت دليل على يعني مساهمة كل المجتمع الدولي في الجرائم اليوم التي ترتكب في اليوم في العراق. نعم. وبالتالي فنصوص القانون الدولي للأسف الشديد لم تفعل. أنا إذا هناك يعني إذا هناك نوافذ ممكن نستغل هذه النوافذ، ومن بينها أن اليوم نلاحظ أو نعلم بأن هناك مساجين من جنسيات أخرى داخل داخل السجون العراقية، ومن بينها المساجين الجزائريين، المساجين المغاربة. فنتقدم أو نطلب من السلطات الجزائرية ومن السلطات المغربية ومن سلطات الجنسيات الأخرى أن تسارع و يعني تسارع لكي تخرج هؤلاء المساجين قبل أن ينفذ في حقهم هذه الإعدامات. وقد تم تنفيذ إعدامات في حق جزائريين، رغم أن هناك العائلات هؤلاء ناشدوا. نفهم من كلامك هذا أنكم ستضغطون أو أن النافذة الآن هي الضغط على الحكومات التي لديها مساجين في العراق لتفعيل هذه القضية دوليا. طيب أستاذ مصطفى، هنالك اليوم الكثير من الانتهاكات بحق المواطنين الأبرياء في العراق، لماذا برأيكم؟ أنا قلت لك أن الأنظمة الاحتلالية التي أنشأتها سلطات الاحتلال تحاول تزعم أنها تفرض الأمن من خلال الإرهاب. وبالطبع نحن قلنا أن فرض الأمن لا يمكن أن يتحقق بهذه الطريقة، يعني أنت يمكن أن ترعب الناس لفترة من الزمن، لكن هذا بالنتيجة سينفجر المجتمع، لأن هذا حقيقة مخالف لحركة المجتمع. طبعا هذه الانتهاكات التي تمارسها السلطات منذ الاحتلال، يعني سواء كانت سلطة الاحتلال في السنة الأولى أو السلطات العملاء الآخرين في العراق، يعني أوسع من أن تحصر هناك في هذا الحديث السريع الذي نجريه الآن. هناك اعتقال عشوائي، هناك تعذيب، هناك إخفاء قسري، هناك الإعدامات، هناك كثير من الانتهاكات. لكن أنا الحقيقة أريد أن أتحدث لك وللسادة المشاهدين عن وثيقة خطيرة تكشف جانب مهم من هذه الانتهاكات. بالكلام عن هذه الوثيقة كي نعلق عليها ويراها المشاهدون، أطلب من السيد المخرج إخراج الوثيقة إلى الناس ونعلق عليها. تفضل. نعم. سيدي، هذه الوثيقة نحن حصلنا عليها في
قبل فترة ونشرناها في موقعنا وموقع وجهات نظر. هذه تكشف عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. هذه تكشف عن جرائم السلطات الغاشمة في العراق باعتقال الأبرياء تحت ذرائع واهية وبصيغ لا يمكن أن يعمل بها أي نظام قانوني في العالم. هذه الوثيقة تعترف بكل وضوح ببطلان إجراءات قانونية صدرت منذ في العامين تحديدا في العامين 2006 و2007 واستمرت في سنوات لاحقة، لأن هذه الوثيقة صدرت في العام 2013 وبالتالي استمرت منذ 2006 و2007 إلى حد صدورها، وربما ما تزال هذه أيضا مستمرة. هذه الوثيقة تتحدث عن اعتقال مئات الآلاف من الأبرياء وفق مذكرات قبض تشير الوثيقة إلى أنها صدرت بشكل غير أصولي. هذه الوثيقة هي كتاب صادر من محكمة التحقيق المركزية موجه إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، تكشف مدى وحجم خطورة ما يحدث للأبرياء في العراق. العراق الحقيقة مبتلى بقضاء فاسد، جهاز تنفيذ للقانون، جهاز ميليشياوي خارج كل الضوابط والقوانين. هذه الوثيقة تؤكد أنه جرى إصدار مذكرات إلقاء قبض غير معروفة العدد كما تشير المذكرة، ولكن بأعداد قليلة، ولكن بأعداد غير قليلة كما يرد في غير قليلة، بالأسماء الثنائية. وأنت تعرف والمشاهد يعرف عدد الأسماء الثنائية في العراق: محمد جاسم، جاسم محمد، حسين علي، علي حسين، أحمد شهاب، شهاب أحمد. هذه مئات الآلاف من العراقيين بهذا. هذه الوثيقة تقول أن الأجهزة الأمنية باشرت بعمليات إلقاء قبض على كل من يحمل تلك الأسماء الثنائية التي ليس فيها تاريخ ولادة، وليس فيها لقب، وليس فيها اسم أم، وليس فيها عنوان، ولا أي وسيلة من وسائل الدلالة. وهي حالة تتكرر كما قلنا بمئات الآلاف في العراق دون تدقيق ودون التأكد من أن الجهات القضائية بشأن هذا الموضوع يعني قبضت على الشخص المقصود، انتهت المسألة التي يجري بحثها، حسمت، لا، زج بمئات الآلاف من الأبرياء في السجون، حتى طبعا وابتزوا وعذبوا وربما حكم على بعضهم بالإعدام، حتى مع يعني القبض على الشخص المقصود بقيت هذه المذكرات بالأسماء الثنائية فقط تعمل. هو مطلوب شخص واحد اسمه أحمد شهاب لأي سبب كان، لكن يجري القبض على آلاف الأشخاص من أحمد شهاب، رغم أنه تم القبض على أحمد شهاب المقصود، تبقى المذكرات تعمل في الشارع، وتبقى الأجهزة الأمنية والميليشياوية تقبض على الآخرين. وهذه المذكرات كما تقول أصلاً الوثيقة تعترف أنها أوامر قبض ليس لها سند قانوني، لم تصدر بمذكرات إلقاء قبض أصولية يعني، أو انتفت الحاجة إليها. طيب هنا نسأل: كم من الأبرياء تم الزج بهم في السجون؟ كم من الأبرياء أعدموا بسبب ذلك؟ كم من الأشخاص الأبرياء يعني تم ابتزازهم بهذه المذكرات القبض غير القانونية؟ يعني هؤلاء الذين أصدروا هذه المذكرات القبض غير القانونية بالأسماء الثنائية ما يعرفون أن أسماء العراقيين تتشابه بشكل غير يعني معقول؟ مطلوب أحمد شهاب وهناك آلاف بهذا الاسم. قد تحصل في العراق هنالك تشابه في أسماء رباعية مع اللقب، حصلت نعم إلى في أحيان كثيرة مثل هذه الأمور. هذه جريمة خطيرة جدا تكشف عن سوء الأوضاع القانونية في العراق. كل نظام القضاء، نحن نعرف أن نظام القضاء فاسد، نعرف أن القضاة مرتشين ويعترفون بذلك، والسياسيون يعترفون أن القضاء فاسد والقضاء مرتشي، لكن هذه فضيحة، هذه فضيحة قانونية متكاملة الأركان، والعالم ساكت. ماذا يجري بعد أن نشرت هذه الوثيقة؟ لم يحصل شيء. طيب. على الإطلاق. دكتور إسماعيل، هنالك قضية مهمة جدا أيضا في قضية الإعدامات. يجب على الأنظمة التي تحترم نفسها أن تكون مواعيد الإعدام ومواعيد التنفيذ والمنفذ بهم سرية غير معلن عنها، ويعلن عنها فقط بعد تنفيذ الحكم لذوي المعدومين كي يستلموا جثة المعدوم. لكن نبدو أننا في العراق اليوم نشهد أن مجلس النواب يعلم عدد المعدومين ومن سينفذ حكم الإعدام وأين سينفذ حكم الإعدام وكيف سيتم تنفيذ حكم الإعدام ومن هي الجهة التي قامت بالتنفيذ. كل هذه الأمور معلنة في العراق، بل تعدى ذلك أن الميليشيات تهدد حكومة بغداد والتي من المفترض يجب أن تأتمر بأمرها، تهددها إما أن تعدم وإما أن تقتحم هي السجون وتنفذ أحكام الإعدام. كيف نفهم هذه القضية؟
بطبيعة الحال هذه الإعدامات التي هي تتم اليوم هي تتم عن طريق الضغوط السياسية، هذا واضح أنها يعني قلنا أن هناك أجندات سياسية وطائفية، بالتالي فهذا الضغط السياسي واضح أن هؤلاء الذين الجهات التي لا تنفذ حكم الإعدام في حق المدنيين العراقيين هم يواجهون هذه الضغوط، هناك ضغوط سياسية واضحة ويعني وعن طريق هذا الضغط من ناتج من أين أي يعني الجهة التي تضغط هي واضحة، هي الحكومة العراقية يعني الأوامر التي تأتي من الخارج من إيران، على الخصوص من إيران ومن الحرس الثوري. بالتالي فنحن نعلم أن العراق هي الآن محافظة إيرانية تابعة لإيران، يعني القرار السياسي في يد إيران، وبالتالي فهي الأوم تخضع لهذه الضغوط، وبالتالي فقلنا نحن أنها أجندات سياسية وطائفية لتنفيذ هذه الأحكام. فنقول أن يعني نؤكد مرة أخرى ولكي نضم صوتنا إلى أصوات هؤلاء الذين ينادون بالمسارعة بوقف في أحكام الإعدام، منها التقارير التي أو المفوضية السامية لحقوق الإنسان. أقول بأن يعني الحق في الحياة هو حق مقدس نصت عليه العهود والمواثيق الدولية، جاء كما نصت عليه المادة الثالثة من الباحث في القانون الدولي الدكتور إسماعيل خلف الله. ضاق علينا الوقت، شكرا جزيلا لك ونعتذر لمقاطعتك ونأسف على اليوم الذي أصبحنا فيه باحثا خلفية لإيران، وشكرا جزيلا لانضمامك إلينا في حوار سياسي. أستاذ مصطفى، بدقيقة واحدة، أعضاء البرلمان يجب أن يكونوا صوت الشعب، لكننا نجدهم اليوم هم من يطالبون بتنفيذ أحكام الإعدام، بماذا؟ أعضاء البرلمان الذي أنشأه الاحتلال وفق نظام المحاصصة السياسية والعرقية والطائفية ليسوا ممثلين لهذا الشعب المقهور الذي يعاني من هذا النظام الفاسد في العراق. هم جزء أساسي، هؤلاء أعضاء البرلمان هم جزء أساسي من أسباب تدمير هذا الشعب. هؤلاء لا ينظرون إلى ناخبيهم، لا يهمهم معاناة الشعب ولا كما ينظر أي نائب في العالم، هؤلاء ينظرون إلى ما يملأ جيوبهم من سحت حرام بالدرجة الأولى، وإلى ما يرضي روح الانتقام والإجرام لدى من أوصلهم إلى هذه المقاعد البرلمانية. هم غير معنيون بتحقيق أي مكسب للشعب. تصور أن أحد وزراء حقوق الإنسان يقف أمام مجلس حقوق الإنسان العالمي في التابع للأمم المتحدة في جنيف، يطالب يرفع صوته أمام العالم بكل وقاحة يعني منقطعة النظير الحقيقة، يطالب باستمرار حفلات الإعدام الجماعي وتسريعها والاستمرار بها كما قلنا. هذا أيضا تصور أنه هو نفس موقف وزير العدل الحالي أو الذين سبقوه. وسيستمر العراق كله خاضع لسلطة الميليشيات الإرهابية، وسيستمر هذه الميليشيات. أنا أؤكد على أن الاحتلال هو من أسسها، الأمريكي الإيراني، الاحتلال الأمريكي الإيراني هو من أسس هذه الميليشيات، هو من رعاها، وبالتالي هو من يتحمل أيضا نتائجها. رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في حوار سياسي. شكرا لكم. شكرا لك. في الختام مشاهدينا الكرام، قضية الإعدامات في العراق قضية رأي عام، يجب على العالم كله أن يقف وقفة رجل واحد أمامها، لأن الدلائل والبراهين كلها تثبت أن الحكومة تجير هذه العقوبة لمصالح شخصية معينة ضد مكون بعينه، وإنها تقوم اليوم بانتهاك كافة الحقوق ولا تأبه للمواطن العراقي. كل هذه الأمور يجب أن تضع العراق في خانة ضيقة جدا وتجعل العراق يذهب من سيء إلى أسوأ، لكن إلى متى؟ هذا هو ما يجب أن نسأل عنه، ومن سيسهم في إنهاء هذه القضية أيضا يجب أن نبحث عنه. على أمل اللقاء بكم يوم الأربعاء المقبل، في أمان الله.